كليمات الأظافر وألاقي فيه أنسجة تخص شخص معين، شخص معين كان فيه أحراز فيها أثار دماء لم يتم مضاهتها. إيه هي الأحراز دي؟ عبارة عن مفصل صناعي مدمم وقطعتين حديدتين مدممين. مثلا يمكن دفعت أمام عدالة المحكمة اللي ما تمش أخذ المسح الشرعي، دفعت على القصور الذي أصاب تقرير الصفة التشريحية بوجه عام ومخالفته لنصوص التعليمات العامة للنيابات. النهارده كنت تقصد بالمسح الشرعي يا فندم، كان قال لك اللي فيه علاقة آثمة بين احمد الدكتور احمد دهابس. انا طلبت مقابلته لاستضاح دردشة عادية في القضية، عاوز استفهم منه. اللي سمعته لما الى مسامعي ان هو قدم استقالته من معهد ناصر. قدم استقالته؟ اه، ان هو في حالة نفسية صعبة. الجواب المسرب قال في سطر 10 و11 ان احمد فرج ما كانش يعرف كل التفاصيل ولا يعرف حاجه عن الواقع. ازاي احمد فرج قال وصف تفصيلي للجريمه اللي حصلت داخل العياده؟ يعني مثلا كان بيقول ان الدكتور اسامه رحمه الله عليه كان بيزوم، من واقع اقواله في النيابه برضو قال اللي تركب له قسطر. اساسا لو افترضنا ان الجريمه حصلت من يوم 4 ليوم 6 فكده احمد فرج متواجد. تمام، الصفة التشريحية قالت ايه؟ مش ده تقرير فني؟ مكملين مع حضراتكم في تغطية قضية طبيب الساحل واللي هزت الشارع العربي على مدار الأسابيع السابقة، ويمكن في الكام يوم اللي فاتوا بدأ يطرح أسئلة كتير على مواقع التواصل الاجتماعي كان لازم نلاقي لها إجابة، وعلشان كده النهاردة جينا من داخل مكتب مع المستشار أحمد عاشور عشان نكشف لحضراتكم حقيقة كتيرة. خلينا نرحب مع المستشار أحمد بيه. أهلا بيك أسلام بيه وكل متابعينك الكرام طبعا وأصحاب الوعي الحقيقي. وفي القضية دي احنا نبحث عن حقيقة مجردة بغض النظر عن عواقب الحقيقة. اهلا بك معنا نفس الشيء. خلينا نبدأ مع حضرتك بأول سؤال، وعايزين نعرف كواليس توليك للقضية دي. الناس دي بلدياتي من محافظة سوهاج. حصل اتصال تليفوني ابننا اتقبض عليه ومش عارفين هو فين. كان عندي كنت انا في جلسة قضية قتل في محكمة القاهرة الجديدة. هم شرفوني في المكتب، عبال ما جول المكتب كانوا عارفوا ان هو اتقبض عليه في اسم شرطة الساحل. بدأنا نتواصل، الكلام ده كان يوم 14/6. اليوم التاني بعت تلات اساتذة افاضل من عندي من المكتب بيحضروا التحقيقات، وفضلوا في النيابة في حوالي 25 ساعة متواصلين. 25 ساعة؟ يعني حضرتك ما كنتش متواجد في تحقيقات النيابة؟ لا، انا ما بحضرش تحقيقات نيابة، صعبة مرهقة بالنسبة لي شوية. يعني حضرتك بعت محامين وما قدروش؟ محامين المكتب تولى تجديدات الحبس او التحقيق النيابي. طيب عايز بقى اوجه لحضرتك سؤال. اكيد كلنا كنا متواجدين في جلسه المحاكمه اللي فاتت بالظبط، ويمكن حضرتك قدمت لعداله المحكمه الموقره طلب رد، وبعد كده الجلسه اترفعت، وبعد كده انعقدت الجلسه مره تانية بالظبط بعد تنازل حضرتك عن طلب الرد. بالظبط. ايه سبب تقديمك لطلب الرد وايه سبب التنازل؟ سبب تقديمي لطلب الرد كانت مقاطعة المحكمة الموقرة للدفاع لأكثر من مرة بعد مرافعة الدفاع المتهم الأول. كانت المحكمة بتقول لك اترفع في الجديد ما تكررليش كلام. بتقول لا، دفاع المتهم الثاني له طلبات، وكانت الجاذبية كلها على عدم إثبات الطلبات وعدم قبول مذكرة الطلبات، وانا مش عاوز طلبات احنا اثبتناها. قلت له الطلب الجازم هو الطلب الحقيقي الذي يقرع سماع الاذان المحكمه وان يكون جوهريا يغير وجه الراي في الدعوه ولا ينفك التمسك به حتى تمام قفل باب المرافعه. لا مش هقبل طلبات. قلت له لا، هنقبل طلبات. وفعلا رفعت الجلسه. فعلا رديت المحكمه فرفعت الجلسه. صحيح. ثم عدت بالتنازل عن طلب الرد، لان حضرتك تعلم كان هيفصل في الرد في نفس اليوم. كان هيفصل في نفس اليوم؟ في نفس اليوم يا فندم، في نفس اليوم. وان كانت وانا قلتها علنا على منصة الدفاع ان المحكمة في الجلسة الاولى يجب ان تكون يحاكم المتهم وفق المحاكمات العادلة المنصفة الحقيقية. لكن انا حسيت ان المحاكمة دي صورية. حضرتك بتقول اللي هي سورية؟ لا سورية يعني بص إيه؟ النهاردة أنا بدوري كدفاع. صحيح. استبيان الحقيقة ولا مجرد شكل ويلا ترافع عشان نحكم وخلصنا القضية؟ لا أكيد استبيان الحقيقة بأدلة. بأدلة. هل كل طلبات الدفاع استجيب لها؟ ما هو ممكن المحكمة قلت لك من أول يوم اعتبر نفسك ما طلبتش حاجة. ده لا يصح، ده لا يصح قانونا أن تفصح المحكمة عن نيتها أو عقيدتها في الدولة في الدعوة
ده امر غير جائز، امر غير جائز. وبالمناسبة احنا بنتخذ الاجراءات الملائمة. طيب في اتقال على مواقع التواصل الاجتماعي، انا مش عارف حضرتك تابعت ده ولا لا، احد الزملاء المحامين المحترمين كان قبل جلسة النطق بالحكم بيوم واحد كان طلع وقال ان احمد فرج هيطلع ويقول اللي هو كان بيتفرج على الماتش، قال الكلام ده قبل مرافعة حضرتك وقبل ما احمد فرج يقول الكلام ده. بص، رجع للجلسة الاولى كان احمد فرج برضو عاوز يتكلم وطلبنا الاستجابة الى استجوابه عملا بنص المادة 274، يجوز استجواب المتهم بموافقته ودفاعه لإيضاح، ليوضح للمحكمة وقائع أو يبدي وقائع أو لديه أقوال فيقولها. وقال لك أنا اتقفل عليا في النيابة واتضربت واتعذبت وحصل كذا وما قلتش اللي جوايا وعاوز أتكلم، عاوز أتكلم. فالكلام ده من أول الجلسة الأولى 2-9، مش الجلسة الفايتة. طيب الجلسة اللي فاتت يمكن احنا كلنا شفناه، طبعا كان منظر مؤثر جدا، والده امام القفص وهو كان برضو كان بيصرخ ويقول احمد دعبس كان موجود وقال الكلام ده تحديدا. الكلام ده من وقع الاوراق، ليه صدى في الاوراق، ليه صدى في الاوراق، ليه صدى في الاوراق. تحريات اللي اجراها المقدم محمد حنفي رئيس مباحث قسم الساحل واللي اجرتها مباحث الشرقية اكدت باستخدام التقنيات الحديثة ومتابعة أكثر الأرقام تواصلاً واتصالاً على هاتف المتغيب ونطاقها الجغرافي أمكن التوصل إلى أن آخر تواجد كان للمتغيب المجني عليه كان رفقة فلان الفلاني المتهم الأول وبياناته كاملة، ثم شاهد الإثبات العاشر وبياناته تفصيلياً، وذلك في النطاق الجغرافي 11 شارع المماليك وهي العيادة الخاصة بالمتهم الأول. طب معلش يا معلم المستشار، الناس برضو هتسأل سؤال، لو افترضنا ان احمد دابس كان موجود، هل ده هيعفي المتهمين التانيين من المسؤوليه؟ ما يعفيش المتهمين التانيين من المسؤوليه، ما لا يعفي، ما هو ده الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها. لكن انا على يعني مع تطبيق صحيح القانون على القدر اللازم. بمعنى ايه على القدر اللازم؟ اللي ارتكب جرم يعاقب عليه. لكن النهاردة أنا ضربت الكاميرات تفريغ كاميرات الواقعة، لأن تفريغها تم بالمخالفة لصحيح القانون. أنا عايز أسأل برضو حضرتك في النقطة دي تحديدا، يمكن حضرتك صرحت في أكتر من موقف وقلت الفيديوهات دي مجتزأة، ده حقيقي، وتم أخذها بطريقة معينة. اللي حصل في الفيديوهات دي مش متوافق مع أقوال المتهمين واللي اللي حصل في الأوراق. اللي يثبت إن هم، وإيه اللي يثبت إن هم مش هم اللي في الهم. هل تواجهوا بتلك الفيديو وقالوا لهم والله ثبت والمتهمين قالت اه او لا؟ طب انا عندي حضرتك في كدر اللي بيقال عنه احمد فرج هو مش احمد فرج، لان طويل واحنا شفنا احمد فرج في الجلسه اقصر من المتهمه الثالثه واقصر من المتهم الاول. اللي في الكرسي المتحرك اطول من المتهم الاول. اثنين يرتدي زي تمريض مدون عليه بدج محد ناصر، ده اللي على الكرسي الاول بس ما كانش باين. لا يا فندم، اللي جنب الكرسي المتحرك، اللي كان جنب الكرسي المتحرك بالظبط. بس يمكن احنا حاولنا نوضح الصوره ما كانتش واضحه كويسه بالظبط. يبقى ازاي اقول هم؟ بس في نقطه، المتهمين امام النيابه العامه اقروا بتفاصيل الواقعه، يعني لو ما كنتش متواجد في مسرح الجريمه كان يعني قديما يقال ان الاعتراف سيد الادله. تمام. وانا السؤال ده سالته من حد عندي بسيط جدا في المكتب، ما بقاش هم معترفين. قلت له حلو قوي، انا ممكن اقول لحضرتك تعالى البس قضيه وادفع لك ملايين، دي كنا بنشوفها في افلام، فيجي يمثل امام المحقق انا اللي قتلته ازاي بكذا كذا كذا، فيفتح تقرير صفه تشريحيه ويوجه المتهم في اعترافاته. ما قولك فيما اورده تقرير صفه تشريحيه من ان الطعنات مسدده له من الخلف ادت الى تهتك في القلب، وانت بتقول انا ضربته في الرقبه، يبقى اعترافك غير صحيح. صح. ما قولك ان ثبت أن سبب الإصابة الوفاة طلق ناري أدى إلى تهتك في كذا. بس في نقطة فندم، يعني لما نيجي نبص هنلاقي الشهود والمتهمين كان عندي قضية كلهم نفس الكلام. إسلام بيه، القضية دي كانت يمكن لضابط شرطة سابق برتبة عميد، قبض على مراته، تم تفتيش منزله قبل تقديم البلاغ المجني عليه لوالدته الكبيرة في السن مرات مساعد وزير الداخلية بدون إذن نيابة، واتخذ
زوجته واتضربت قدامه وهو كان في حالة صعبة. قلت لهم في اللحظة دي لو قالوا له قول قتلت السادات سنة 1981 هيقول أنا قتلت السادات. إن حضرتك لما تحطني تحت ستريس وتحت انفعالات معينة معلش وفي دراسات قانونية معمولة في الموضوع ده لا هعترف على إيه. قصدك اللي انت ممكن تكون غيرت الأقوال أو قلت الكلام ده تحت مثلا إكراه نفسي أو الاعتراف أو هان الأدلة في المدارس القانونية الحديثة وكل القوانين الاعتراف أو هان الأدلة. ده فيه كمان اعتراف بينزع بالتنويم المغناطيسي في دراسة، مش بقول ان انا لا حصل كذا وإقال، لا ده من ضمن الدراسات. او الوعد والوعيد، اكراه، استطالة امد التحقيق، بغية ارهاق المتهم والتأثير عليه وانهياره، معلش ده كله ده اكراه، عدة من قبيل اكراه. احكام محكمة النقض اوردت ذلك. طيب فالاعتراف النهاردة اذا تطابق مع الحقيقة لكن لو خالف حقيقة. تقرير الصفة التشريحية بيقول لي ان المجن عليه توفى من يومين. هو التقرير قال كده يا فندم؟ بمناظرة الجثمان تبين ان الجثمان في بداية التعفن الرمي. طبقا لصحيح علم الطب الشرعي ان التعفن هو المراحل التي يمر بها الجثمان عقب الوفاة، مرحلة الرسوب الدموي والتيبس الرمي ثم التعفن. التعفن ده حددوه علماء الطب الشرعي يختلف صيفا عن شتاء، صيفا حتى 24 ساعة وشتاء من 36 ل 48 ساعة. طب مش دي النسب دي ثابتة يا فندم ولا متفاوتة؟ ممكن مثلا علميا لا ما تتفاوتش، يعني فاهم اقصد ايه؟ مش ممكن تزيد او تقل؟ لا ما تتفاوتش. ان انا شفت جثث وبقرأ كثيرا في الطب الشرعي اذا عدى على الجثة 6 ايام او 5 ايام بيحصل انفجار، اللسان بيطلع كيس الصفط بينفجر، العينين بتطلع عن مكانها وبيحصل بقى البطن ممكن تنفجر. تعتبر اولى مراحل التحلل، يعني ما تختلفش ما تزيدش مثلا يوم او يومين او لا كلام. لا لا 24 ساعه صيفا لان الجو بيكون في حراره والكلام ده كله. طيب احنا خلينا واقفين في نقطه الطب الشرعي. الطب الشرعي كمان خالف تعليمات العامه للنيابه في موادها، في في عدم اخذ قليمات الاظافر. كنت لسه هسالك في السؤال ده، ليه المسحه الشرجيه؟ انا النهارده يا فندم لما طب الشرعي ده اسمه اهل الخبره، انا بتكلم على الجدوى بتاعتها يا فندم. النهارده انت بتقول لي جريمه عنف، تمام. انا النهارده لما افحص عينا قليمات الاظافر والاقي فيه انسجه تخص شخص معين، شخص معين، هل تتطابق تلك الانسجه مع المتهمين من عدمه؟ اثنين، كان في احراز فيها اثار دماء لم يتم مضاهتها. ليه؟ ايه هي الاحراز يا فندم؟ عباره عن مفصل صناعي مدمم وقطعتين حديدتين مدممين. طب مش ممكن يكونوا مش بتوع الدكتور اسامه رحمه الله عليه؟ طب ما تقول لي مش خاصين بيه في التقرير. آه. البصمه الوراثيه ما عملهاش، لم يتم مضاهتها، ان بقت لضاهيها النيابة محددة له المأمورية بتاعته تبين لي سبب الوفاة وزمنها وتعمل كذا وتعمل كذا، قليمات الأظافر والمسحة الشرجية ومضاهات الأثار الدماء التي على كذا. لما أديك نقطة معينة أقول لك ضهيلي يعني تقول لي أو لا. طيب معلش أنا عايز أسأل سؤال تاني، المسحة الشرجية حضرتك مثلا يمكن دفعت امام عداله المحكمه اللي ما تمش اخذ المسحه الشرعيه، دفعت على القصور الذي اصاب تقرير الصفه التشريحيه بوجه عام ومخالفته لنصوص التعليمات العامه للنيابات النهارده. طب كنت تقصد ايه بالمسحه الشرعيه يا فندم؟ لا yeah. مش قصدي حاجه على فكره. مش قصدي حاجه، بس النيابه العامه قالت لك قوم بمهمه معينه. ان النيابه العامه او المحكمه عندما تنتدب خبير في الدعوه فبتحدد له الماموريه، هتنتقل وتعاين وتسمع شهود وتجيب لي وتشوف. لما يجي الخبير يخل بالمكلف فيه في المأمورية يبقى كده مأموريته لم تؤدى على صحيح وجهها الصحيح، خصوصا اني قال ما فيش اصابات في الجثمان والاصابات ترى بالعين المجردة. الفيديو قصد حضرتك على الفيديو اللي احنا شفناه على لا الصور يا فندم، الصور والفيديو الصور باين فيها اثار جروح للمجني عليه
واضحة وضوح الشمس. أنا حاولت اللي أنا يمكن نوصل لي مقطع الفيديو بس لا الفيديو ما بينش كان صعب شوية. الصور الفوتوغرافية التي قامت النيابة العامة بتصوير الجثمان عقب استخراجه أرفقتها في محضر تحقيق 12/6. أنا طبعتها وبينت للمحكمة الإصابات اللي فيها وقلت للمحكمة كنت بفكر أجيب عدسة مكبرة إلا أنني وجدتها ترى بالعين المجردة. طب تقييد صفة تشريحية لم يوردها، تقييد صفة تشريحية ما ليش سبب الوفاة. طيب هو مش من سلطة المحكمة اللي هي ممكن تنحي مثلا تنحي تقرير الطب الشرعي بالضبط. طب أنت لما تنحي طب الشرعي وتنحي كذا هتحكم بإيه؟ إيه الأدلة اللي هتحكم بيها؟ الاعترافات وشهود الإثبات. الاعترافات أثبتنا بطلانها، أثبتوا بطلانها. كل قول يثبت أنه تحت وطأة إكراه يهدر ولا يعول عليه، بس ده نص المادة 302. أنا فاهم الجزئية دي، بس اللي يقدر يقدر الموضوع ده هي عدالة المحكمة. ماشي، وأنا مقدم بالدليل القطع متمسك بتحقيق الدليل ما يفيد تعرض المتهم لتعذيبات بدنية وإكراه مادي ومعنوي طبقا لصحيح القانون. عندي المادة 11 إجراءات جنائية. إذا أقيمت الدعوة الجنائية وأن هناك وقائع غير التي أقيمت عليها الدعوة الجنائية أو متهمين غير الواردة أسمائهم بأمر الإحالة، من حق المحكمة تتصدى لتلك الأمور. فلها أمر من ثلاثة أمور: أن تعين أحد قضاتها قاضيا للتحقيق ويمتنع عليه نظر الدعوة، أو تحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، أو تنتدب قاضيا للتحقيق. وأوردت أنا عندي شاهد الإثبات الرابع النيابة العامة حطته في أمر الإحالة حسن النية. إيه ما ظهر حسن النية؟ طيب أنا عايز أسأل حضرتك بس سؤال، بما أنك اتكلمت في الجزئية دي، لو افترضنا اتفتح التحقيق مرة تانية تمام، مش وارد للمتهمين يغيروا أقوالهم؟ طب ما نسمعهم، ايه المانع نسمع المتهمين؟ طب ما ممكن انا ما كانش عندي دافع اللي انا اتكلم في الاول وعايز اغير اقوالي فبدفع في حته اللي انا افتح التحقيق مره تانية. لا بص ما تجيش كده، ولو اتفتح التحقيق وصيرت اقوال غير الوارده بتحقيقات النيابه العامه فاقدر اوجههم بالاقوال القديمه واعرف هم اتقالت ليه. ما ممكن يا فندم انا بكلم حضرتك كلسان المشاهد اللي انا النهارده مثلا قلت اقوال وقت لما حصلت الجريمه ما كنتش مرتب الافكار، ما كنتش جاهز، فلما انا اتواجهت وقعدت بقى مع نفسي ممكن ان انا ابدا احاول ان انا ابرئ نفسي من القضيه. مفيش حاجه اسمها احاول ابرئ نفسي، دي صعبه قوي يعني فاهم. الاقوال بتاعتي ممكن اغيرها، معلش انا بكلم حضرتك حتى لو غيرت انا بنحي اقوالك جانبا. احنا بنيجي في تحقيقات النيابه في جميع القضايا ما حصلش ما حصلش ما حصلش ما حصلش ما حصلش، القاضي ما بيحكمش غير بالادله. اذا كان في دليل يقيني لا يجوز للقاضي ان يحكم وفق تحريات المباحث مثلا. تحليلات المباحث لا دليل ولا قرينة، هي معززة لما تسوقه الأدلة. إن وجدت أدلة، ولذلك أحكام النقض لا يجوز للقاضي الجنائي أن يبني حكمه إلا على دليل على الأقل. فدليل، ليست الأمر على أقوال المتهمين أو حسب. طيب حضرتك كنت صرحت أن أحمد دابس في مكالمة تليفونية كان قال لك اللي فيه علاقة آثمة بين الدكتور أحمد دابس. أنا طلبت مقابلته لاستضاح دردشة عادية في القضية، عاوز استفهم منه يعني كل ما يعني يساق إلى ما سامعه. عندي تساؤلات عاوز أطرحها عليه بصفته كان صديق المتهم الأول وصديق المجني. إيه اللي بيدور في معهد ناصر؟ هو تهرب من ذلك اللقاء وأبلغ المرسول إن في علاقة كذا كذا كذا، وأنا صدمت ووقفت على تحقيقها وتبينت ان هي مجرد يعني بيفرعك عن موضوع الدعوة الاساسي. اللي سمعته نما الى مسامعي ان هو قدم استقالته من معهد ناصر. قدم استقالته؟ وان هو في حالة نفسية صعبة الايام دي. بخصوص القضية؟ طيب معالي المستشار، اكيد حضرتك يعني كلنا شفنا في قاعة المحكمة شهيدة الاثبات اللي كانت بتتكلم بخصوص احمد فرج. هي للاسف لم يتم سماع شهادتها. ان كانت اتية بصورة بطاقة وتم إثباتها، وعندما أحضرت أصل البطاقة لم يتم سماع شهادتها والمحكمة امتنعت عن سماع شهادتها. ودي كانت تشغل المدير الإداري لمركز نوران الطبي، ودي كانت طلعت مع الأستاذ عبد الرحمن الصافي، والأستاذ عبد الرحمن دخلني معها في مداخلة فقلت لها يعني من الجلسة الأولى وأنا أحمد فرج بيقول لي ما كنتش موجود في الواقع وكنت مريض وده اللي أهله قالوا لي. قالت لي ايوه
هو كان في مركز نوران وتعلق له محاليل تقريبا من يوم 6 الساعة 2 مساء 6 الساعة بالضبط لغاية يوم 10 أو 11. قلت لها مستعدة تشهدي لوجه الله؟ قالت لي اه. قلت لها في كاميرات؟ قالت لي اه. قلت الحمد لله. فين الكاميرات؟ تحفظت عليها المباحث. اه طيب معلش في سؤالين. اه الشهاده واحمد فرج كان بيقول اللي هو كان مريض والخمس ايام تقريبا كان متعلق له محاليل او حاجه زي كده بالظبط. ممكن اسال حضرتك ازاي احمد فرج قال وصف تفصيلي للجريمه اللي حصلت داخل العياده؟ يعني مثلا كان بيقول ان الدكتور اسامه رحمه الله عليه كان بيزوم، من واقع اقواله في النيابه برضو قال اللي تركب له قسطره، ويمكن الاقوال اللي قالها احمد فرج اقوال تفصيليه. طب منين انا مريض ومنين انا في نفس الوقت ما كنتش متواجد وعارف كل اللي حصل جوه؟ بص يا اسلام بي، اللي حصل واللي قاله احمد فرج ان انا جاني اتصال تليفوني من المتهم الاول يوم 4/6، تعالى لي عياده المماليك الساعه 6 مساء، ودى عبوات ميه معدنيه وبعض سوائل عصير وحاجه ساقعه واداهم للمتهم الاول وشاهد المتهم الاول وشاهد الاثبات العاشر والمجني عليه في عياده المماليك. يعني قصدي حضرتك اللي كانوا موجودين داخل كل دول كانوا موجودين؟ كانوا موجودين في عياده المماليك. خدوا منه الحاجه دي وقالوا له انصرف وهتصل بيك. اتصل بيه المتهم الاول كانت في حدود الساعه 8 الا ربع، قال له دكتور اسامه هيجي دلوقتي هتولي على شقه ابو وفيه. قابل الدكتور أسامة، سلم عليه، اتفضل دكتور أسامة، وصله شقة أبو وافية. فتح المتهم الأول وكان معاه شاهد الإثبات العاشر في شقة أبو وافية. ثم انصرف أحمد فرج وراح العيادة، كان قاعد في حدود ربع ساعة من الساعة 8 وربع لغاية 8 ونص مع المشاهدة الإثبات التاسعة اللي هي الممرضة آية. ثم انصرف لمشاهدة ماتش كرة القدم اللي هو بين الأهلي والوداد. أنا قلت في المحكمة الترجي هو فعلا فهو يعني يعني قال الوداد، وخلص الماتش في حدود الساعة 11 على 11 ونص اتصل بيه المتهم الأول وقال له هات لي كانولا والجهازين محلول. قال له في، قال له بس تعالى وهاتهم لي من الصيدلية وهاتهم وانت جاي. لقي المتهم الاول والمجني عليه وكان المجني عليه في حاله اغماء. ايه اللي حصل مش ايه اللي حصل؟ قال له دكتور اسامه تعب ويلا بينا انا هطلع اجيب اي حاجه كده نوديه مستشفى يا اما نوديه مركز الفتح. وهم بيزقوه في الطريق والكلام ده كله وفي توك توك، قال له تعال نوديه العياده ونركب له المحل. طب معلش انا عايز اقف هنا. اتفضل. حضرتك قلت اللي الاثنين اللي كانوا موجودين في الكاميرا مش احمد فرج. انا مش واضح لي الصوره ايه، فاهم وجهه نظري يعني مش واضح لي الصوره. وهذه الاحراز لم تفض بمعرفه النيابه العامه وخالفت صحيح القانون. كلنا ما نقدرش نتبين حقيقه الاشخاص اللي جوه. هل المجني عليه؟ لا هو فعلا ما نقدرش نتبين، بس انا لا اقصده السياق بتاع الروايه سواء في التحقيقات او بالزبط. الكلام ده بالظبط. انا مع حضرتك انا مع حضرتك، فالسياق متوافق مع الفيديوهات، مفيش مشكله. انا مش هنكر الكرسي المتحرك، بس انا لاحظت اشياء تانية في الكرسي المتحرك. الامر الاخر، انا عاوز اشوف خروج احمد فرج هل تم ولا لا، فعشان كده طلبت اجهزه الدي في ار كلها. طب انا ما عنديش لقطه في عياده المماليك، مع ان كل اجهزه الدي في ار تم التحفظ عليها. لو افترضنا اللي على حد روايه احمد فرج اللي هو كان خمس ايام تعبان، خمس ايام من يوم 6 ليه يا فندم؟ انا ما كان طب وهي الجريمه حصلت امتى يا فندم؟ من 4 لغايه يا فندم ما اكتشفت 12. لا انا ما بتكلمش اكتشفت امتى، هي حصلت في التاريخ ده من 4 تقريبا ل 6. لا 48 ساعه ده يا فندم يوم في اللي قالوا التقرير الصفه التشريحيه. انت قصدك النيابه العامه قالت لك من في غصون 15 من اول شهر 5 حتى يوم 15/6. انت قصدك ان مفيش موعد محدد للجريمة؟ اه لان احمد فرج بيقول لي انا سبت الدكتور اسامة كان حي. اسعى لو افترضنا ان الجريمة حصلت من يوم 4 ليوم 6 فكده احمد فرج متواجد. تمام. الصفة التشريحية قالت ايه؟ مش ده تقرير فني؟ بالظبط. اذا خالف او تناقض مع الدليل القولي
تناقضا يستعصي عليه المؤامة والتوفيق، يبقى أخذ بأنه الدليل الفني أقوى من الدليل القولي. كان حضرتك قلت الجزئية دي برضو أن عدالة المحكمة لها أن تأخذ أو لا؟ لا، في التعويل على الأدلة الدليل الفني أقوى من الدليل القولي. أقوى من الدليل القولي؟ طبعا طبعا. طيب أنا عايز، وأنا شرحتها لحضرتك، لك لما يجيني اعتراف ما أنت قتلت الشخصية دي المجنى، قتلته إزاي؟ ضربته بالسكينة. ضربته إزاي؟ طعنة. فيجي تقرير صفة التشريعية يقول لي مطعون من أسفل لأعلى أو بطلق ناري، يبقى هنا مين أقوى ومين اللي بيهدر مين؟ الدليل الفني هو اللي بيهدر الدليل القولي. صحيح، لأن أنا المتهم بيقول لي أنا تركت الدكتور أسامة كان عايش، المتهم الثاني شرب إزازة عصير عقب الانتقال للعيادة ما فقش غير تاني يوم. انت حضرتك انت بتتكلم عن الجواب المسرب؟ لا، مش الجواب المسرب، ما هو ده السياق الكلام اللي حضرتك بتقوله. لا، الجواب المسرب قال في سطر 10 و 11 ان احمد فرج ما كانش يعرف كل التفاصيل ولا يعرف حاجه عن الواقع. وده حاجه في لغه القانون الجنائي اسمه الركن المعنوي، اللي هو القصد الجنائي، العلم والاراده. النهارده حضرتك قلت لك تعالى اسلام بيه رايحين مشوار، وانا راجل بهرب مخدرات في سيارتي، وحضرتك ما تعرفش، تسأل عن الجريمة؟ لا، ما تسألش عن الجريمة لأنك لا تعلم. طيب لو افترضنا اللي أنا شفته بيتقتل وبيزوم وبيترمى في الحفرة على حد كلامهم أمام النيابة العامة، على الأقل المفروض ياخد إجراء يروح يبلغ، أحاول أسعفه، أحاول أعمل أي حاجة. فأنا ما عملتش حاجة زي كده، فأعتبر أنا مشارك. إن أنا كنت في حالة تخدير وإعياء ثم انتقلت، وكان المجن عليه عايش ومتركب له محليل. طيب هنرجع نتكلم في جزئية تانية. مش حضرتك ملاحظ اللي كل قضايا الرأي العام قبل جلسة النطق بالحكم دايما نلاقي جوابات بتطلع من المتهمين بيحاولوا يبرؤوا صحته؟ الجواب ده طلع أثناء التحقيقات مش قبل الحكم. طب إيه الهدف من طلوعه؟ ما تقالش الكلام ده في التحقيقات النيابة العامة ليه؟ لا، تقدم الجواب للتلميذ. لا، أنا بقول أثناء التحقيقات أنا ما قلتش الكلام ده. طب ليه؟ طب أنا يا فندم أثناء التحقيقات قدمت للنيابة ومكتب النائب وقدم برقم عرائض سواء للنائب العام أو السيد المستشار المحامي العام، بقول لهم إن المتهم تعرض لتعذيبات مبرحة بدنية، برجو توقيع الكشف الطبي وسماع أقواله، عنده أقوال عاوز يقولها. بفتح ورق القضية ما لقيتش صدى لهذه الطلبات. ده أثناء التحقيقات؟ أثناء التحقيقات، من الوهلة الأولى في التحقيقات، من الوهلة الأولى. يمكن حضرتك كنت قلت لي ان انت ما حضرتش في بالظبط التحقيقات. انت ما حضرتش بس حضر المكتب ثلاث محامين. طيب حضرتك كان في اي لقاءات بينك وبين احمد فرج؟ يوم 20/6. يوم 20/6 بالظبط. طيب بعد قرار الاحاله ما فيش اي تواصل او اي حاجه؟ لا، بعد قرار الاحاله ما فيش اي حاجه غير في الجلسه الاولى. الجلسة الأولى بس. وقال لي أنا عندي كلام كتير ألهولي، فأنا طلبت من المحكمة استجواب المتهم بموافقته ودفاعه. فقال لك هنشوف الجلسة الجاية. هل كانت لا تستطيع النيابة العامة أن تستعلم عن المكالمات الصادرة والواردة من يوم 3/6 حتى يوم 14 ونشوف الشاهد ده هل كان متواصل؟ هنجيب رقم مارينا غطاس ونشوف مارينا غطاس الحقيقية ولا لأ، ونشوف متواصل مع المتهمين ولا لا. ما هي المفروض اللي هي منتحلة، لان احمد فرج كان بيقول لك بيكلمه واحد اسمه رائد على التليفون. هو ينفع يقول لي في محضر 14/6 تم القبض على المتهمين؟ في لمح البصر. تجيبهم منين؟ اتعذب تعذيبات بدنية قبل عرضه عن النيابة العامة واثناء عرضه عن النيابة العامة، بعيدا عن النيابة العامة. اثناء عرضه على النيابة؟ اه. طب ازاي يا فندم؟ في الطرقة مثلا؟ لا يا فندم، في حمامات النيابة من قبل رجال المباحث.